بعد هذا قال رجل به طب، رجل به طب. هذا عند العرب من باب الفأل، ما يقول مسحور، ايش يقول؟ رجل به طب مطبوب. وهذا اللي توضع الكسر يسموها جبيرة، وهي في الحقيقة كسيرة، صح؟ أي نعم. ويقول للأعمى بصير، وهو غير بصير، أعمى. ويقول للذي تلتقى حية وعقرب، يقول له سليم، وهو في الحقيقة سقيم، صح؟ ويقول للأرض التي ليس فيها ماء ولا كلى، ها، مفازة، وهي في الحقيقة هلاك. ويقول لهذا الذي تصعد عليه سلم من ايش؟ من السلامة، وفي الغالب تسقط عنه، صحيح؟ اي نعم. ويقول للجماعة من الناس عندما تخرج في التجارة ايش كان يقول عنها؟ قافلة، يعني راجعة، وهي في الحقيقة ذاهبة. فعندهم ايش؟ فأل. وعندهم تطير، عجب، غريب هذا، كان عندهم فأل وعندهم تطير، لأن هذا الباب الآن التطير. كانوا أيضا في القديم يسموا الأولاد للأعداء، يسموا الأولاد للأعداء، ويسموا العبيد له. يسمي الولد إيش؟ صخر وحرب وغضب ورعد وخالد وعلي، صح؟ لأن الجيش يسمع، القوم يسمع أنه جاء جيش. من في الجيش؟ قال في الجيش علي وخالد والمغيرة وأبو عبيدة. قال هزمنا، مفهوم؟ لأنه خرج للمبارزة قبل أن تبدأ الحرب، لابد حتى يحمل وطيس لابد مبارزة، يقف الجيش هنا والجيش هنا، ويخرج الأبطال الشجعان، الشجعان هم اللي يخرجوا. فخرج من المشركين ثلاثة، الوليد يعني صغير، اسمه ايش؟ يعني صغير، هذا كيف يخرج للقتال؟ هذا ما يصلح للقتال. الثاني شيبة، شيبة يعني هذا مكان المستشفى ممكن على السرير، كل ايش يخرج للقتال؟ والثالث من هو؟ عتبة، يعني يعاتب على كل شيء. الثلاثة قتلوا، لأن الأسماء تدل على إيش؟ هذا أنا ما أقول هذا، هم قالوا هذا علماء رحمهم الله، تدل على الضعف. إذا عندنا باب مهم جدا بعد باب السحر، باب التطير. التطير الأصل فيه شرك أصغر، وقد يصل إلى الأكبر، يصل إلى الشرك. والتطير كثير إلا من رحم الله. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، أزمن أو أمكن. بعض الناس يتطير بأشخاص، يقول أعوذ بالله اصطبحنا بفلان، قول أعوذ بالله تطير شرك أصغر. هنا قال بومة، كلب أسود، يسمع صوت كذا، نعم، يده تحك اليمين أو اليسار أو ينكسر، يسقط هذا وينكسر، قال انكسر الشر أو خير. وعندنا يقول خير يا طير تطير، هو خير يا طير تطير. يأتي اتصال الشيخ من كوسوفا ولا من البوسنة آخر الليل، يقول الله يجعله خير، قول الله يجعله خير هنا تطير. لماذا تتشاءم يا أخي؟ أعطيك اتصال اثنين في الليل، قل مرحبا السلام عليكم، ها ماذا حدث؟ جاءت التركة 2 مليون أو لا؟ تفاءل، لماذا تتطير تتشاءم؟ ليش؟ صح؟ ها؟ وبعض الناس يتطير بالأولاد الصغار، يعلم الأولاد الصغار، عندنا التطير والتعويذات، والله يعلم الأولاد الصغار. مثلا لازم نتكلم عنه الآن، الولد الصغير يبغى يشتري دراجة أو يشتري إيش؟
ايفون او بلاي ستيشن. تعرف البلاي ستيشن؟ بلا ستيشن. المهم هو يخير بين بلا ستيشن وايش ودراجة. فايش يصنع؟ قال يصنع الولد الصغير ايش يقول حا عندنا يقول حادي بادي فهمو زبادي شاله وحطه كله في هادي. ويم هذا استقسام بالأزلام. استقسام بالأزلام يعول المولاد الصغير. هذا كثير عندنا وعندكم إلا من رحم الله. أو أراد أن يتزوج فإيش يصنع؟ قال خذ وردة. خذ وردة تزوجها ما تزوجها تزوجها ما تزوجها تزوجها. استقسام بالأزلام يحدث عند المسلم. الصغار يعلم الأولاد الصغار إذا سقط منه سن قال إيش تصنع؟ قال اذهب واستقبل صنعتها كده استقبل الشمس. وإيش تقول؟ تنادي الشمس من دون الله شرك أكبر مخرج من الملة. يقول للشمس تعطيه سن العروسة سن الغزال سن إيش عبادة صح للشمس كثير مفهوم. المسلم لا يتطير. المسلم دائما ايش يتفاعل. فيروس كورونا تقول نحن بخير ولله الحمد صح، ولا تقول ياتي فيروس كورونا ولا شيء من هذا، ولا تقول ان الامه الاسلاميه هزمت وكذا، تقول والله في خير ونحن في نعمه وكذا صح نعم. وتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. نسأل الله يجعلنا وياكم منهم يا رب. فالمؤمن دائما يتفاعل لا يتشاءم لا يتطير أبدا. وبعض الناس يتشاءم بالأرقام برقم 5 وبالألبسة، وبعض الطرق يقول هذا الطريق حصل لي حادث أنا لا أمشي من هذا الطريق بعد اليوم، وهذا الثوب حصل لي كذا، وهذا القلم دائما أكتب به. لا يشكل علينا بعض الناس بعد الدرس الله يرحم والديه. بعض الناس يشكل عليه يقول طيب ورد إن كان الشؤم في شيء. نقول هذا الحديث يقول فيه أن هذه الثلاثة ليس فيها شؤم. الإسلام ليس فيه تشاؤم، الإسلام فيه تفاؤل. ما هو التطير وما هو التفاؤل؟ التفاؤل الكلمة الطيبة، كل ما يشرح الصدر كلمة أو شيء ترى أو اعتقاد أو كذا. والتطير التشاؤم مرء مسموع أو معلوم أزمنة وأمكنة وأرقام وغيره. الفعل مستحب، التطير شرك أصغر قد يصل أكبر. الفعل حال الموحد، التطير حال المشرك المنافق. الفعل حسن ظن بالله، التطير سوء ظن بالله. الفعل انشراح، التطير انقباض للصدر. إذا أردت أن تفرق بين الفعل والتطير تنظر إلى نصف كاسة ماء. نصف كاسة ماء، المتفائل يقول الحمد لله عندنا نصف كاسة ماء، والمتطير يقول نصف الكاسة فارغ. مفهوم؟ أي نعم. الفعل لا يجعلك تمضي ولا ترجع. التطير يجعلك تمضي أو ترجع. بالمثال يتضح، قال ما أمضاك أو ردك كيف؟ معاذ أمرك لله للذهب اللي كنا نمثل به هنا. معاذ محسن موجود نعم. معاذ خطب مرة واتفق مع الولي على كل شيء واستخار كل شيء تم، ثم قال ما اسم الزوجة؟ قال والله اسمها سعاد. قال الله يسعد أيامنا. تقصد جعل يمضي أو يرجع اسم سعاد؟ لا، هو اتفق كل شيء تمام إلى هذا إيش تمام. أمرك لله محسن. خطب امرأة والمهم متردد، هو يتزوج أو لا، متردد تردد شديد. فقال للولي قال إيش اسم الزوجة؟ قال والله اسمها صخرة. قال أعوذ بالله عساها في رأسها، والله ما تزوجها صخرة. إذا ما أمضاك أو رجع تطير شرك صخرة مفهوم. أو قالوا له اسمها مثلا سعاد وأقبل على الزواج تطير. إذن التطير ما أمضاك أو
ردك لا ترجع إلا لسبب شرعي أو حسي. فقالوا له: يا محسن، تبغى تتزوج؟ نبغى في الزواج مخدرات. قال: حرام. قال: نريد حرام حلال، نبغى مخدرات ونبغى اختلاط ونبغى أغاني ونبغى دخان ونبغى خمر. قال: والله ما تزوج. وأنا استخف والحمد لله. سبب شرعي. قالوا له: نبغى 1,000,000 ريال مهر. 1,000,000 ريال أستطيع. قال: والله. قال: الحمد لله أنا استخفت. صحيح، هذا لم يتطير وتفاعل ولله الحمد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ماذا بعد التطير؟ من يعلم؟ الكهان الاستسقاء بالأنواء، يعني طلب السقيا من النجم. إذا يعتقد أن النجم هو المنزل المطر شرك أكبر، يعتقد أن النجم سبب في نزول المطر شرك أصغر. علم النجوم ينقسم إلى قسمين: كم قسم؟ علم النجوم؟ إيه؟ قبل أن تغفو. علم النجوم، لا هذا بعد أن تغفو ذكر قسمين، انتبه. قبل أن تغفو كان علم النجوم، لا علم النجوم، بعد الغفوة ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير جائز أو واجب؟ علم تسيير يستدل بالنجوم على الجهات فصول السنة، جائز أو واجب إذا يستدل على جهة القبلة. علم تأثير يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية إذا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها شرك أكبر، اعتقد أن أسباب هذا الشرك أصغر. انقسم الناس عند النعمة إلى مؤمن وكافر. من قال مطلنا بفضل الله ورحمته، هذا مؤمن بي كافر بالكوكب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مطلنا بنوع كذا وكذا، تقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ذهبت الأنواع وجاءت عندنا اليوم منخفضات جوية. قال: منخفض جوي ينزل المطر؟ لا، تعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى.